Oh,
اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعل الانسان والجن واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين يا رحيم المساكين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا تكلنا الى طرفه عين انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وعلما نافعا وتعالى واجعلنا للمتقين